إيه بعد هالانتظار سنتين في النهاية يقتلونا كذا فجأة. السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. انتظرت سنة، قلت السنة الجاية بينزل. شوي جهزت أبل، قلنا خلاص راح ينزل الأسبوع الجاي اللي بعده نازل، لكن فجأة قالت أبل سكرنا البروجكت اللي هو مثل ما تعرفون الاير باور. أبل اعلنت عن الاير باور في 2017 مع الايفون 10، وقالت انه خلاص بينزل الجهاز، انه سوينا شيء جديد. طبعا الشركات برضه ذاك الوقت ما في نفس القطعه ذي، كيبل واحد مركب في القطعه ذي، تحط تجيب جوالك الايفون تحطه، تفسخ ساعتك تحطها، تجي بالايربودز حقك تحطه عليه، خلاص يعني جوالك وساعتك والايربودز كل اجهزتك تشحن في نفس الوقت في نفس القطعه بسلك واحد يعني مركب فيهم وايرلس. قبل سنتين ما كانت سماعات ابل تدعم الوايرلس تشارجنج، فتوقع قالت انه بينزل لهم سبيشال كيس في ذاك الوقت. ومن ذاك الوقت الى الان ابل سكتت عنه، ما تكلمت. طلعت قبل سنتين قالت عندنا مشاكل. طبعا من ذاك الوقت تقريبا ابل قالت بتعلن عنه وبداوا يصنعون الكيس لحق الايربودز، والدليل انك لو تفتح الكيس حق الايربودز الجديد اللي قبل 9 ايام نزلتها، تبحث عنها تفتر ورا، هذا ايربودز، هذه سماعة توني شاريها في 2019، حاطين استيكرات لجوالات قديم ايفون 6 6s. شوف الايفون اللي حاطينه، ما بحاطين شكل الايفون الجديد. هذا الدليل على شنو؟ دليل ان الاستيكرات وذيل جاهزينهم قبل سنتين مسوينها، ان خلاص الايربودز بتنزل وحاطين الشكل الايفون القديم، لكن ما نزل. انتظروا سنة ما نزل. نزل الايفون 10 شكل جديد ما نزل، نزلوا 10s ما نزلت. فقالوا اوكي خلنا ننزل الايربودز الحين السماعات بالشحن الوايرلس ونتوكل على الله وبعدين نشوف. ولا طبعوا حتى الجايده حق الايربودز الجديده، ما طبعوا حتى الشكل الجديد الايفون الجديد، يعني قالوا اوكي احنا طابعينهم من زمان وقلنا بتنزل الايربودز ولا نزلت، خل ننزلهم بحتى الاستيكرات القديمه. فهذا يعني تقريبا هذا الشكل اللي تشوفونه ابل مجهزته قبل سنتين قبل ما ينزل الايفون، وقالت انها بتنزله ونزلت. الايباد لو بتشوفون شكل الايباد اللي موجود هنا، شوف الاستيكر الايباد اللي بالزر هنا، يعني ما بحطي حتى الايباد برو. يعني اذا كانت سماعه 2019 والايباد برو نازل قبل سنه 2018، ليش ما حطيته بسكر جديد؟ هذا الدليل ان السكرات والايربودز وكل شيء الاشياء ذي كلها انتم مجهزينها من زمان، صانعينها وان بتنزلونهم على الايربودز ولا نزلت. واللي شجعك زياده انه خلاص قالنا اوكي بتنزل، خلاص نزلت السماعه، قلت خلاص ابل جاهزه بتنزل الايربودز. ليش؟ بالدليل ان صارت عندها السماعه بالوايرلس وعندها الساعه بالوايرلس والجوال بالوايرلس، وكاتبين هنا انه يدعم الاير باور. قلت خلاص أبل جاهزة الأسبوع هذا بتنزل الاير باور، جهزت المكان لها وكل شيء وبتنزلها. قلت ما راح تاخذ كم بتخليها أبل، يعني اوكي اير باور شكل جديد صحيح، او الشركات الثانية ما قدروا يسوون النحافة حقتها والسوفتير اللي فيها عشان تدعم الايفون والشكل اللي بتصير مع الايفون، يعني لو انك تحط الايفون عليها الافكت اللي يطلع في الايفون ولا شيء ذا كلها. قلت خلاص يعني الوايرلس في بعض الشركات مسوينها ب $30 $40، مو في مسوية ب $70. اوكي في شركات مسوية نفس ابل بس انه سميك وكل شيء، في مراوح تقدر تشحن ثلاثة وتحط ساعة ابل، مسويتها $140. فقلت ابل ما راح تتعدل 170 200 دولار راح تنزلها ابل. اوكي خصوصا السنتين اللي قاعدين يشتغلون فيها وموظفين وكل شيء والتأخير اللي صار فيها، وموظفين مخلينهم مشغلين على هذا الشيء ويعطونهم رواتب. قلت يعني ابل راح ترفع سعرها عشان تعوض الدراسات اللي جالسين عليها. شوي قالوا لا، طلع فيها خلل، طلع فيها حرارة، شيء طبيعي جهاز نحيف تشحن ثلاث أجهزة لازم يصير بحرارة. شوي قالت لا، اليوم بعد ما نزلت الايربودز وحط السكر عليه وكل شيء انه بيدعم الايربود، قالت اليوم خلاص قتلنا الجهاز. ليش؟ يقول لنا ما وصلنا للكفاءة اللي كنا نتوقعها للايربود، يعني كانوا يطلعون لشيء محدد كواليتي ما وصلوا له. انا اوكي احترم رايكم انكم قتلتوه، ليش افضل من الشركات الثانية اللي نزلت جوالات تنفجر؟ يعني ما اهتمت للبراند حقها. الشيء كويس انه ما نزلت ابل عشان لا يطيح البراند حقها بعد ما تحطه عندك يشحن تجلس من النوم جهازك منفجر، او انك ممكن ما تجلس من النوم تموت، ينفجر يشب المكان فيك وتموت. اوكي بس ابل ليش تعلنين عنها قبل سنتين وتحطينها في المؤتمر وتقولين ان هذا الجهاز وراح ينزل بعد سنه؟ اذا دراسة عندك ما بكامل ليش تعلنين عنها؟ يعني قدرتي تصبرين بعد سنه وسنتين اذا كانت جهاز تعلنين عنها تقولون خلاص؟ اذا كنتوا عندكم الجهاز القطعة سويتوها واختبرتوها وصارت كويسه اعلنتوا عنها، ليش التسرع اللي سويتيه؟ اوكي انا احب ابل بس اوكي
مو بهالدرجة، كانت بس دراسة. ليش تعلنين عنها؟ دامها دراسة خليها دراسة عندك، لا تطلعينها في المؤتمر وتقولين اوكي تنزل وكل شيء. تمنيت ان ما تسوي ذا الشيء وتسرع، التسرع اللي سويته هذا المحصول حقها الحين وخلاص. ايرباور الان انتقلت لرحمة الله، ما ادري يمكن بعد سنتين ثلاث سنوات ترجعها، اتوقع انه ما راح توقف. يعني اوكي اعلنت انها ثلث المنتج، لكن ليش لا في المستقبل ما تطلعها؟ ليش لا شركات ثانية ما يطلعها؟ يعني الصين شقال، لكن ما راح تكون الكواليتي نفس ابل، خصوصا ان ابل بتدخلها بالسوفت وير والاشياء كلها. الشيء المستحيل الحين ما راح يكون مستحيل قدام. وبس هذا الفيديو كنت ابي اتكلم عن الشيء اللي فجاه كذا، يعني كنت في الكلاس، طلعت من الكلاس وانا امشي بالطريق وفتحت التويتر اقرا له كل المواضيع عندي. الاير باور شو السؤال؟ ليش اول تقتلها قبل شو انزل السماعه؟ يعني توني هنا لي يومين وانا استخدم السماعه هذه ومكتوب عليه الاير باور، لا وحاطين ستيكر هنا اير باور تقتلينها. يوم فتحت الجهاز قلت احوس داخل وشفت بعض المواقع الامريكيه تتكلم ان ابل هذا المنتج اللي توها منزلته لنا اللي هي صحيح بالكلام انه مو بالايربودز 2 هو الايربودز الجيل الثاني بس انه ما في تحسينات قويه بس كيس ان هذا جهاز قديم وابل مسويته قبل سنتين والاستيكرات اللي داخل موجوده شكل ايفون قديم. ليش اعيد وازيد عن الكلام حقي؟ فخلاص ننتظر قدام ونشوف بعد سنتين ثلاث سنوات. فبكذا لازم اللي ينتظر الاير باور يشوف له منتجات ثانيه، وانتظروني بمنتج ممتاز وراح يشحن لكم اجهزتكم مع ساعه ابل والاير باور عليه العوض. خلنا نغرب معاكم الحين السماعتين بسرعة بس نشوف الفرق. هذا الايربودز الأولى طبعاً في ذا الوقت أبل ما فكرت الايربودز تطلعها أو شيء، خلاف عادي ما في شحن وايرلس ولا شيء، ما أعلنت عن شيء ولا بكاتب على أي شيء عن الايربود، حتى هنا ستيكر ما بكاتب عن أي شيء، ما في أصلاً ذاك الوقت الايربود. أوكي شيء ممتاز. كانت في 2016 نشوف الستيكر حقها بس نبي بس هذا. وهذا الجديدة اللي كاتبة هنا إنه تدعم الايربود ولا شيء ذي كلها، فهذا الاسترقال حقها. هذا الفرق من البداية برا. أبغى أوريكم الحين الدليل إن أصلاً هذه أبل كانت تعلنها قبل سنتين، إن هذا أعلنت قبل إير باور، بعدين أعلنت الإير باور في المؤتمر إن قالت بتنصنع وبنزل كيس للوايرلس تشارجنج فيها بس، وهذا هو الكيس يعني يعتبر. بس بعدها بسنتين ما نزلت، قالت أوكي خلنا نزلها، نزلتها بدون الإير باور، بعدها قتلت الإير باور. أعلمكم إن هذا أصلاً مصنوعة من زمان. نبدأ الحين نفتحها، نبدأ من الخلف. فرق البداية إن اللون هنا رصاصي وهنا الأسود. نروح على الخلف نفس الحركة. هنا الايربودز كانت تدعم الاي او اس 10 ونطالع، وهنا كاتبين ان ماك او اس يكون سيرا للسوفت وير، هنا الاي او اس 10، هنا الواتش او اس 3 اوكي والاي كلاود. قالت ابل بعد ما راح نكنسل كل شيء، ما راح نغير قونة الايباد، يعني الايباد بزر اوكي، بما ان حتى لو ان طلعنا ايباد جديد بدون زر اللي هو الايباد برو ولازم يكون افضل ان نحطه، بس قلنا له اوكي ما يحتاج نتعب نفسنا واحنا رودي طابعينهم. شالوا بس الاي او اس 10، بما ان الحين اصل الايربودز لازم تدعم الاي او اس 12.2 طالع، ما كتبت قالت بس خلاص اي او اس وخلاص، وبعدين نتفق احنا على اي واحد. قالت خل كنسلها وبعدين نشوف احنا قدام متى نطلعها. والواتش او اس هنا كان 3 موجود، هنا قالت ما ندري مش اللي بندعمها بعدين انه ما بننزلها الحين، فاقول اوكي كنسل الواتش او اس الرقم حقه والاي او اس الرقم حقه نشيله والماك او اس الرقم حقه نشيله ونصنعها ونجهزها عندنا ونحطها على جنب، ولا طلعناها نتفق احنا على اي نظام نحطها. قلنا اوكي افتحوها هنا، قالوا نبي نصنعها الحين شلون واحنا ما نزلنا الجهاز بدون زر، فخلاص ننزلها بنفس التصميم القديم من الداخل. اوكي هذا في زر، اوكي هذا في زر، نفس الشيء عادي، خل تمشي عند الناس. فتحها ما في فرق، يعني ما يدل عليه ان ابل 2018 او 2019. الصناعه دي كل الكلام اللي هنا مكتوب كلها جهاز قديم. يعني انا يوم طلعت في البدايه توقعت ايفون 6 نفس الشيء باللون الابيض، ما في اي فرق. نقدر نقول ايفون 6 بلس او دقيقه رجع معاكم بالضبط ايفون 7 هو نفسه. قالت اوكي ما ان احنا صارينها في وقت الايفون 7 ننزلها، او الايفون 8 نفس الشيء نزلها عادي. ما فكروا انه يحطون حتى الايفون 10، هذا بس التوضيح ان ابل اصلا القطعه هذه صنعتها من زمان بعد هذه بسنه تقريبا في وقت الاير باور. الحين برجع معكم سمري بسريع. صنعت هذه ونزلتها، ما كانت تفكر الاير باور، نزلت الاير باور في المؤتمر على تعني، قالت بعد سنه بينزل وراح يكون في كيس للاير باور يدعم الوايرلس تشارجنج، وكانت تصنعها، صنعت هذه خلصت وصنعت الكيس حقه وحطته على جنب وجالسه تدرس في الاير باور عشان تعلن عنها، وتعلن عنها في نفس الوقت مع هذه. ما نزلت الاير باور، صارت عندهم مشاكل وقالوا ياخرونها، بس قالوا اوكي احنا عندنا تاريخ محدد بننزل الاير بودز 2، فخلنا ننزل هذه ونسميها سكند جنريشن بدون رقم بدون اي شيء، وبعدين نتفاهم الاير بودز بنسميها. للاسف نزلوها كنسل الاير بودز، يعني اير بودز 1 اير بودز 1.5، هذه بس عدلوا فيها السماعه، عدلوا فيها الوضوح الكونكشن اوكي، وقالوا خلنا ننزلها الحين وخلاص ونقتل الاير باور وننتظرونا في الاير بودز الجديده. هذه اللي راحت ضحيه اوكي، ونزلوها بعض الميزات اوكي. انا ما اقول لكم انها ممتازه، لا ممتازه، اللي ما عنده قديمه انصح يشتري جديده، ليش يشتري قديمه؟ ممتازه وفيها اشياء ممتازه، لكن ابل نزلتيها لي وكاتبين انها تدعم الاير باور وانا شريت الاير باور، ما نزلت الاير باور ليش؟ ليش عملتين في اشياء ما سويتيها يعني؟ ف
ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ونشر المقطع ومن لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني والسلام عليكم.